مرحبا، كيفكم؟ شو الأخبار؟ اليوم رح نحكي موديفايرز. أنا وأنتو كمصورين دائما في عنا مشكلة بأحجام الموديفايرز، إنه مرات نضطر نطلع على تصوير أوكي يكون حجم الموديفاير كبير، مرات نحتاج موديفاير صغير. فحلو يكون الواحد عنده موديفاير حجم متوسط بيفتح بطريقة جدا سهلة. لو حابين انكم تربحوا هذا الموديفاير خليكم معي لاخر الفيديو، لانه راح يكون في جيف اواي، بالاضافة لانه هذا الفيديو برعاية ادفانس ميديا. وللعلم ادفانس ميديا هي عبارة عن شركة بتبيع معدات تصوير موجودة في الامارات، وهذا هو موقعهم، وراح اخلي لكم الرابط في الديسكريبشن. حاليا نحن صورنا بورتريت، وهلا رح ننتقل للفود فوتوغرافي بالاستوديو ونشوف الفرق بعدين ونشوف باقي الريزورتس. طيب تعالوا اورجيكم كيف صورنا هاي الصوره. اول شيء اعدادات الكاميرا 1x250 f/9 ISO 100، الهيرو بهاي التصوير كله اللي هو الجودوكس QR-P70 بالاضافه الى ميرور صغير انا مستخدمها، وبالنتيجه هاي هي الريزورتس. نفس ما شفتوا بالمقاطع اللي عدت، طريقة استخدامه صراحة، طريقة فتحه حتى للأمانة، إنه الديفيوزرز الأمامي والداخلي الاثنين مع الجريد أخذوا معي التركيب أكثر من فتح الموديفاير نفسه وتركيبه بالإضاءة. للناس اللي بتصور اندور وأوت دور، إن كان فود ولا إن كان كوربريت ولا أي نوع صراحة من الفيديوز أو الفوتوغرافي، أنا بشوف إنه هذا الحجم جدا مناسب بالإضافة للكواليتي الرائع. ولو حابين تربحوا هذا الموديفاير كل عليكم انكم تسووه تكتبوا لي تعليقاتكم، لانه الربح راح يكون عن طريق اختيار المعلقين، بالاضافه انكم تشتركوا بالقناه وتتابعوني على حسابي على انستغرام. ليش تتابعوني على حسابي على انستغرام؟ لانه السحب راح يكون عن طريق اختيار التعليقات ببث لايف على حسابي على انستغرام. كان معكم كامل بيطار، بشوفكم بفيديو جديد. السلام عليكم.